السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم سنة رابعة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة إن شاء الله هنشرح لسن 2 في يونت 1 من كتاب المعاصر. هنشرح الدرس الثاني في الوحدة الأولى من كتاب المعاصر الصف الرابع الابتدائي. أنا شغالة معاكم الكتاب المعاصر وكتاب جيم وكتاب بيت باي بيت. ونبدأ في الفيديو النهاردة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا عبارة عن ساينس علوم بعنوان The Digestive System. Part 1 بيتكلم عن The Digestive System الجهاز الهضمي. Part 2 الجزء الثاني في الدرس بيتكلم عن The Respiratory System الجهاز التنفسي. هنبدأ بيه الجهاز الهضمي. Look, listen and repeat. انظر استمع وردد. هنقول بقى ايه مكونات الجهاز الهضمي. عندنا المريء esophagus فم mouth معدة stomach الأمعاء الغليظة large intestine الأمعاء الدقيقة small intestine الجهاز الهضمي the digestive system. أنا كتبت الصوتيات فوق الحروف علشان أسهل عليكم نطق الكلمة ومقسمة الكلمة لأجزاء علشان أسهل عليكم حفظ سبيلنج. بعد كده اكسترا فوكابلاري المفردات او الكلمات الاضافية. جسم بادي ملح سولت طاقة انرجي صحي هيلسي عملية الهضم دايجستشن عناصر غذائية نيوترينتس عصارة المعدة جاستريك جوس. بعد كده فضلات ويست. بعد كده عندنا افعال regular verbs افعال منتظمة وافعال غير منتظمة. يهضم digested يكمل completed يزيل removed يمضغ chewed. بعد كده يغير changed يخلط او يمزج mixed افعال غير منتظمه الريجولار فيربس يضع put يذهب go went ياكل eat ياخذ take. بعد كده important expressions and propositions ينتقل من الى go from to بيساوي move from to يطرد الفضلات remove waste يمضغ طعام باستخدام chew food with يتحول او يتغير الى change into شكل ابسط simpler form يحصل على طاقة get energy يختلط ب mix with ينزل الى go down يصل الى arrive in. بعد كده look and write the missing letters انظر واكتب الحروف الناقصة في الكلمة. معدة stomach stomach المريء esophagus esophagus فم mouth mouth. بعد كده read and learn اقرأ وتعلم. What happens in our body when we eat food ماذا يحدث في جسدنا عندما نأكل الطعام. أول حاجة بقول لي يمتد المريء من الفم إلى المعدة. The esophagus goes from the mouth to the stomach. تاني حاجة بقولي عندما ينتقل الطعام من المريء إلى المعدة يختلط مع العصارة الهضمية لتهضمه. When the food moves from the esophagus to the stomach, the gastric juice digests it. Number 3 ينتقل الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة لإكمال عملية الهضم. Food moves from the stomach to the small intestine to complete the digestion. Number 4 تلتف الأمعاء الغليظة حول الأمعاء الدقيقة تمتص الماء والملح من الطعام للجسم وتزيل الفضلات. The large intestine is around the small intestine. It takes water and salt from food for the body. It removes waste. بعد كده بقولي The human digestive system الجهاز الهضمي للإنسان. read and learn يعني اقرأ وتعلم. هنا بقى
when we eat بنشرح بقى ازاي عملية الهضم، عملية هضم الطعام بتتم داخل جسم الإنسان عن طريق الجهاز الهضمي، هنشرح بالتفصيل. أول حاجة بقول when we eat عندما نأكل اللي بيحصل we use our digestive system، نحن نستخدم جهازنا الهضمي to digest what we eat الكائنات ما نأكله. We put food أول خطوة بقى أول حاجة we put food in our mouth بنضع الطعام في فمنا. We chew food with our teeth بنمضغ الطعام بأسناننا. Then ثم the food goes down the esophagus الطعام بينزل أسفل المريء. It arrives in the stomach بيصل في المعدة أو بيصل إلى المعدة. In the stomach في المعدة بقى اللي بيحصل the food mixes الطعام بيختلط with the gastric juice بيختلط مع العصارة الهضمية. ايه دور العصارة الهضمية؟ the gastric juice changes the food into a simpler form يعني العصارة الهضمية بتحول الطعام الى صورة ابسط to get energy and nutrients لكي نحصل على الطاقة والعناصر الغذائية. we need the energy and nutrients in our body نحن نحتاج الطاقة والعناصر الغذائية لجسمنا. بعد كده بقى ساينس الجزء الثاني part 2 الجزء الثاني من الدرس our respiratory system جهازنا التنفسي. اول حاجة عندنا مجموعة من الكلمات بقول look and read انظر واقرأ look and read. اول حاجة انف نوز، انف نوز بنتنفس عن طريق الانف. بعد كده الرئتان لانجس، الرئتان لانجس الاكسجين طبعا بيصل الى الرئتين. ديافرام الحجاب الحاجز اللي بينزل لاسفل علشان ياخد الاكسجين او يوصل الاكسجين للرئتين. ديافرام 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 يعني الحجاب الحاجز. تاني انف نوز، انف نوز الرئتين لانجس، الرئتين لانجس الحجاب الحاجز ديافرام. الجهاز التنفسي respiratory system هنا بقى هنقرأ مجموعة من الكلمات و definitions تعريفات الكلمات. بقول لي word الكلمة description الوصف، دي كلمات مهمة جدا لازم نعرف كل كلمة تعريفها ايه علشان الكلام ده بيجي في الامتحانات ومهم جدا، بيجي في سؤال ماتش التفصيل وممكن يجي في شكل تشوز اختر وممكن يجي في شكل ترتيب ريارينج او ريأوردر. اول كلمة عندنا بريز يتنفس. ما معنى كلمة بريز يتنفس؟ هقول بالعربي وبعد كده بالانجلش. ان نستنشق الاكسجين وتخرج ثاني اكسيد الكربون، ان تستنشق الاكسجين وتخرج ثاني اكسيد الكربون. تو تيك ان اوكسجين اند جيف اوت كربون داي اوكسايد. تاني كلمة عندنا نوز الانف. ايه تعريف الانف؟ تقع في منتصف الوجه. This is the center of the face. This is in the center of the face. تالت كلمة لانجس الرئتين. لدينا رئتين انهما بداخل الجسم. We have two of these. They are inside the body. بعد كده ديافرام الحجاب الحاجز هو عضلة اسفل الرئتين. This is a muscle under the lungs. بعد كده pump يعني يضخ. To move quickly from one place to another. بعد كده عندنا اكسترا فوكابلاري مفردات اضافية. غاز ثاني اكسيد الكربون كربون داي اوكسايد، كربون داي اوكسايد، كربون داي اوكسايد. دخان سموك، سموك. بلكونة او شرفة بلكوني، بلكوني. غاز الاكسجين اكسجين، اكسجين. الهواء اير، اير. دم بلاد، بلاد. يستخدم يوز، 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 يوز. يتنفس بريز، 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 بريز. يسحب بول، 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 بول. يدفع باش، باشد، باش، باشد. يبقى ستي، ستيد، ستي، ستيد. يتدرب اكسرسايز، اكسرسايزد، اكسرسايز، اكسرسايزد. يتحرك موف، موفد، موف، موفد. بعد كده عندنا الريجولار فيربس الافعال الغير منتظمه. يشرب درينك، 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 درينك. يضع هوت، هوت. يذهب جو، وينت،
يعطي give give. بعد كده عندنا important expressions and prepositions، تعبيرات وحروف غير هامة. يتحرك بسرعة من move quickly from، يستنشق الأكسجين take in oxygen، يخرج ثاني أكسيد الكربون give out carbon dioxide، في منتصف الوجه in the center of the face، داخل الجسم inside the body، خلال الأنف through nose، يستنشق وعكسها يخرج الهواء، يعني عملية الزفير اللي بنخرج فيها ثاني أكسيد الكربون، يستنشق breathe in breathe in breathe in، يخرج الزفير breathe out breathe out، يرتفع go up go up، عكسها opposite بقى العكس ليها، ينخفض go down go down go down، تاني يرتفع go up ينخفض go down، يضخ الدم حول الجسم pump blood around the body، يدفع الهواء للخارج push air out، يدفع الهواء للخارج push air out، يسحب الهواء للداخل pull air into pull air into. بعد كده يبقى بعيدا عن stay away from stay away from، يشرب الكثير من الماء drink plenty of water drink plenty of water. بعد كده بقول لي the respiratory system، الجهاز التنفسي. هنا بقى بنشرح ازاي عملية التنفس بتتم داخل جسم الانسان عن طريق الجهاز التنفسي. اول خطوة number one، نتنفس الهواء من خلال انفنا we breathe through our nose. تاني حاجة بقول لي ينخفض الحجاب الحاجز the diaphragm goes down، ينخفض يعني بينزل لأسفل. number three، The diaphragm pulls air into our lungs، يسحب الحجاب الحاجز الهواء إلى داخل رئتينا. Number four، عندما يصل الهواء إلى الرئتين يدخل الهواء إلى دمنا. When the air arrives in our lungs the oxygen goes into our blood. Number five، يضخ القلب الدم حول الجسم. The heart pumps the blood around our body. نمبر 6، آخر جملة معانا، يرتفع الحجاب الحاجز ويدفع الهواء خارج جسدنا. The diaphragm moves up and pushes the air out of our body. بعد كده look and read، انظر واقرأ our respiratory system، جهازنا التنفسي. We use our respiratory system when we breathe، نحن نستخدم جهازنا التنفسي عندما نتنفس. We need oxygen in our bodies، نحن نحتاج الأكسجين في أجسامنا. We breathe in air through our nose، نحن نتنفس الهواء عن طريق أنفنا. Our diaphragm goes down، الحجاب الحاجز بينخفض لأسفل. It pulls the air into our lungs، إنه يسحب الهواء إلى رئتينا. In the lungs، في الرئتين. The oxygen from the air، الأكسجين اللي موجود في الهواء، goes into our blood، بيذهب إلى دمنا. Our heart، القلب بقى، pumps this blood، بيضخ هذا الدم around our body، إلى جسمنا. The diaphragm، الحجاب الحاجز، goes up، يرتفع لأعلى. بيعمل إيه بقى لما بيطلع تاني لفوق؟ It pushes، بيدفع air، الهواء، with carbon dioxide، اللي فيه ثاني أكسيد الكربون، out of our lungs، خارج الرئتين. We breathe out، دي كده عملية الزفير، إن إحنا بنخرج الهواء اللي فيه ثاني أكسيد الكربون. عندي بقى تحت بقول صيغة الأمر، يعني جمل في الأمر المثبت. تستخدم صيغة الأمر لإعطاء أوامر وتعليمات. إزاي نعمل جملة في الأمر المثبت؟ بنبدأ بمصدر الفعل وبعد كده باقي الجملة. Drink plenty of water، اشرب كمية كبيرة من الماء. أنا كده بأمر شخص. في جملة الأمر المثبت لازم الجملة تبدأ بفعل في المصدر بدون أي إضافات. يبقى لو طلب مني أن أنا أختار فعل في بداية الجملة، أختار الفعل في المصدر اللي بدون أي إضافات، يبقى كده جملة أمرية مثبتة. بعد كده بقول لي activity، look read and circle، انظر اقرأ وضع دائرة، ده نشاط. How can we have a healthy respiratory system، كيف يمكننا أو كيف نستطيع أن
نمتلك جهاز تنفسي صحي. عندنا جايب لي 4 جمل لازم نتبعهم علشان نتمتع بجهاز تنفسي صحي. انا هقرا الجملة واختار الصورة اللي بتدل على الجملة. اول كلمة معانا اكسرسايز، يعني تدرب او تمرن. عايز جهازك التنفسي يبقى صحي، اول حاجة اكسرسايز يعني تدرب او تمرن. يبقى احنا كده نعمل سيركل على الصورة التانية، كده الولد بيتمرن. نمبر 2 درينك بلينتي اوف ووتر، اشرب كميات كبيرة من الماء. يبقى دي كده الصورة الاولى، نعمل عليها سيركل دائرة، الولد كده بيشرب مية. نمبر 3 put green plants in your balcony، put green plants in your balcony، ضع نباتات خضراء في بلكونتك. الصورة التانية. نمبر 4 stay away from smoke، ابتعد عن التدخين. يبقى دي كده الصورة الأولى. يبقى احنا لو اتبعنا التعليمات دي يا حبايبي ان شاء الله بإذن الله هنتمتع بـ healthy respiratory system. يعني ايه بقى healthy respiratory system؟ جهاز تنفسي صحي. أول حاجة exercise تدرب أو تمرن. تاني حاجة drink plenty of water، اشرب كميات كبيرة من المية. تالت حاجة put green plants in your balcony، ضع نباتات خضراء في بلكونتك. نمبر 4 stay away from smoke، ابتعد عن التدخين. كده يا حبايبي بكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.